بسم الله الرحمن الرحيم. احنا شغالين في التكييف والإنارة او الكهرباء عموما، بحتاج ان انا احط سبيس. طب ما في روم موجودة، في روم موجودة، بس انا بحتاج احط سبيس لان السبيس بيديني بعض الخصائص. من رايز بول سبيس باجي هنا الاقي في الخصائص ان هو بيديني اللايتنج، بيديني التشفاك، بيديني السبلاي اير فلو، الريترن اير فلو، بيديني الاكسبوست، بيديني الزونة، بيديني انرجي انالايز، فهو بيديني خصائص كتير جدا. طيب مجرد ان انت تحطه في اي غرفة خلاص بيتحط في مكان. طيب لو انا جيت في مكان مفتوح وجيت حطيت هنا بيجيب لي رسالة space is not in properly enclosed region، يعني السبيس دي مش محطوطة في منطقة مغلقة. فتخيل انت عايز تعمل تكييف لأوضة في الهواء او في حتة مش موجودة، فأي تكييف هيحصل هيسرب الهواء بره. هو الروم والسبيس لازم يكون مغلق على أساس يتحط مظبوط، تمام. فأنا ممكن أقول له إيه سبيس سيبريتور لو أنا عايز أعمل أقسم، أقول له خلي بالك إن دي هنا دي حدود بتاعتي، تمام. خلاص بعرف إن دي سبيس، فهم إن دي سبيس جديدة، تمام. طيب لو أنا قلت له سبيس كده، ده هنا بيفترض إنها حاجة فاضية مربع حاجز رقم وخلاص، تمام. طيب لو انا قلت له سبيس وجيت على سبيس موجوده فعلا وقلت له اعمل سبيس ثانيه، هيقول لي خلي بالك مالتيبل سبيسز ار ان ذا سيم انكلوزد ريجن، يعني في عندك سبيس في نفس المكان، يعني انت عندك نفس الاوضه مره سميتها مطبخ ومره سميتها لوبي، فكده لخبطت كده، عندك اتنين سبيس وانت معتبرهم وهي في الحقيقه حاجه واحده، فبيقول لي ايه الغلط فيهم، تمام. طيب انت تلغي بقى وتبدأ تحط الجزء اللي انت عايزه، تمام. الغي السبيس ديت، تمام. طيب دي فكرة السبيس، ودول اهم رسالتين خطأ بيظهروا وانت شغال على السبيس.